فيك. أهلا فيك يا رب. دكتور، اليوم كل ما عم نتقدم تكنولوجيا، كل ما عم نتقدم حضاريا وفكريا، وعم بيتقدم العصر، عم تزداد نسبة ارتفاع الأمراض. اليوم الإنسان، الكيان الإنساني بشو مهدد، وشو هي أخطر أمراض بتهدد كيانه غير السرطان؟ بالحقيقة نمط الحياة تغير، الأكل تغير، الطبيعة تغيرت، فكلها سوا هذه بتأثر تأثير سلبي على الإنسان، واللي بيؤدي إلى إنتاج أمراض معينة ممكن تكون بتبين كمشاكل بالبشرة أو مشاكل بالجهاز الهضمي أو مشاكل بالأعصاب أو حتى السرطانيات. نحن المشكلة الأساس بتيجي من شغلتين، الأولى هي الأكل ونتيجة وجود نظام غذائي غير سليم، بوجود بسموهن الفري راديكال يلي هن عناصر بتؤدي إلى التغيير بالتركيبة الدي ان اي تبع جسم الإنسان يلي بينتج عنا طفرات بتؤدي إلى ما أمراض محددة معروفة صارت على العلن. والشغلة الثانية هي البيئة، بالبيئة الملوثة على كل الأصعدة، الهواء ملوث، المي اللي عم نشربها ملوثة، وكل شيء حوالينا هو ملوث، فكمان بنفس الوقت بتأثر على أن تنتج وبالإضافة كميات كبيرة من الأمراض إن كان على صعيد الجلد أو على جهاز التنفس. بتصور الجراحة تطورت بتطور هائل، ومن التسعينات بدت جراحة ما يسمى جراحة المنظار أو اللي نسميها الميني انفيزف سيرجر، يلي هي خلت أنه أول شغلة يكون العمل الجراحي بحد ذاته أكثر دقة، لأنه نحن لما عم نشتغل على التلفزيون بنكون عم نكبر العضو اللي عم نشتغل عليه أضعاف مضاعفة. بتشوفوا أضعاف. بالضبط، صحيح. فهذا بيؤدي على أنه يكون العمل أكثر بدقة، والاستئصال إذا كان هناك من استئصال أو تصليح أو تصحيح أي شيء تاني رح يكون بقياسات جدا ممتازة. هذه وحدة. الشغلة الثانية يلي هي التطور عبر البحوث العلمية لعمليات جراحية كنا غير قادرين إن نعملها نتيجة الأجهزة المتطورة، كانت تعجيزية بالقبل، هلأ بالأجهزة المتطورة مع هلأ صارت سهلة. يعني هلأ مثلا ممكن إن نحن نعمل عمليات عبر الروبوت يلي بيخليك إنك تدخل بمناطق جدا ضيقة بجسم الإنسان وبدون ما أنك أنت تحتاج الإسباس المساحة الواسعة لإنجاز ولا أي شيء، فقادر أن الجراح يكون بعيد عن المريض بغرفة تانية عم بيتحكم مثل أتاري بجهاز يلي قادر أنه يفوت على جسم الإنسان، أي منطقة من جسم الإنسان، وبمنطقة حتى جدا ضيقة قادرين نعمل حركة دائرية 360 درجة، نعمل استئصال كامل، نوقف نزيف أو نستأصل ورم بالروبوت يلي هو مثل إيد إلكترونية بس مينياتيريزة صغيرة كتير، بتديرها من برا وبيشتغل بقلب جسم الإنسان من جوا. بالمنظار ما في عنا، نحن بالمنظار عنا ضوء، عنا ضوء وعنا الأستريمو الماتريال اللي بنشتغل فيها. العملية المنظار هي مثل عملية كأنك فاتح البطن أو فاتح أي أورغان بالجسم، بس بدل ما يكون مفتوح بنشتغل هو مسكر عبر ثقوب، ومنعب البطن تاني أكسيد الكربون، بتنفخ البطن بنصير نشتغل، فتاني أكسيد الكربون حتى لو امتصوا الجسم بيرجع بيطيروا بالزفير وبيرجع عاود المريض إلى وضعه الطبيعي. وبحد ذات الخبرة اللي اكتسبناها عبر السنوات بهذا المجال من الجراحة خلتنا انه العمل بحد ذاته يكون سريع، يعني بدل ما نحن ناخد وقت بإعداد المريض لعملية جراحية كبرى عاود وقت طويل لتسكير العمل اللي نحن قمنا فيه تسكير الجرح يلي ممكن ياخد ما بين التحضير والتسكير ساعة ونص، هذا نحن تخلصنا من ساعة ونص بدون أي شيء. يعني عملية على سبيل المثال مش الحصر، عملية مرارة كنا نعملها إذا عبر الجراحة التقليدية
بتاخد تقريبا ساعة. بالمنظار بتاخد تقريبا ما بين 7 إلى 12 دقيقة. فهذا بيؤدي على انه المريض يتعرض للبنج لوقت اقل، ما في جروح، المريض انديبوندون يعني بصير مستقل حر بعد العملية بساعات، وقادر انه يفل على البيت. يعني مشان هيك صرنا هلا باوروبا عم نشتغل ما يسمى بالجراحة السريعة او الجراحة المتنقلة، شو جي امبيلاتوار، يلي هي انه بيجي بفوت المريض بيعمل عملية وبيظهر على شغله دغري، ما في بدون اي تأخير. دكتور في عبارتين، انت يا مغامر يا مقامر، اسم الله تتقوم بمشروع لينا كلينيك وتحط هالثروة الطائلة، شو الهدف وليش يعني تتقوم بهالمجهود اسم الله اللي عملته بلينا كلينيك بظرف الوضع البلد في مستشفيات كتير عريقة عم بتخفف وعم تعمل؟ حضرتك أقدمت على خطوة مثل ما بقولوا جريئة وخطوة فيها مغامرة، وحضرتك من الجراحين اللي كل الأبواب حتى بالدول الأمريكية والأوروبية مفتحت لهم، ليه هون؟ أول شغلة محبتي لهالبلد لا تفوق محبي. عشت بفرنسا فترة تقريبا 18 سنة ومعي زوجتي حتى فرنسية، فبالرغم من هيك كان الخيار هي العودة لوطني لبنان. الفكرة بالأساس هي أنه كل الناس يستحقون العمل الجيد والخدمة الجيدة، من هذا المنطلق أنا بتعامل مع الناس. حتى سألت ببعض الأحيان أنه ليش حتى ما بتشتغل بمستشفيات كبيرة أكثر، فأنت قلت لهم كل الناس عندها الحق بخدمة جيدة، مش منا تكبر، إنما بعتبر أنه لازم يكون نعطي الحق. إيمانك وطني إنسان. بدناش نبعد مهنة الطب عن المهنة الإنسانية يلي تسمت فيها عبر العصور. هلا صرنا نحكي بزبون، قبل كنا نحكي بمريض، أنا بضلني بحكي بمريض ما بحكي بزبون، ما بيعني لي. أما بهالوضع الاقتصادي فأنا لبنان هو مثل طائر الفينيكس، وطائر الفينيكس على طول بيطلع من الرماد. فمرينا بمحن كبيرة بلبنان، وأنا كلني ثقة أنه رح نرجع عاود نمشي من أول وجديد. هذه غيمة سودة بتمر وبنرجع عاود بننطلق من أول وجديد، منا أبدا بأي شكل من الأشكال شغلة مثل ما بيقولوا نهائية. نحن على طول بنخلق، وأنا بطبيعة عملي يلي بتجيني الحالات الصعبة وبعمل كل جهدي على أني أوصل إلى بر الأمان فيها، فعندي كل أمل أني أوصل كمان إلى بر الأمان بالمركز اللي أنا فتحته. أما ليش هلأ بالوقت الحالي وبالمنطقة؟ لسببين. السبب هي بيرجع بيعود لطبيعة عملي مع المرضى والزبائن، هي أني أعطي أفضل شيء. بعدين إذا في ربح مش غلط، بس الفكرة هي أني على طول نحن الجراحين بنحب ننبسط بالشغلة اللي بنعملها، مثل الولد بتجيب له لعبة مهندسين اللي بيعمروا بنايه، بس ممكن ما يطلع له شيء، يمكن ما يطلع له شيء، بس هو بينبسط فيها. انتوا بتعمروا بالجلد اللي بيعمروا بالحياه. فالفكره بالموضوع انه حب للمصلحه اللي بقوم فيها، فبيخليني اني ادفع. مثل واحد بينبسط بسوق سياره بالرغم انه بيدفع حق قبله، وبقول له لك عم فيك توصل للمشوار اللي انت بدك توصله باي سياره ثانيه. انت مغامر. هلأ مغامر؟ لا والله بنبسط بالشغلة اللي بقوم فيها، فما عندي مشكلة إني أدفع عليها. دكتور سؤال بالمركز، قبل ما أشتري أي غرض من الأغراض جربته على العيلة كلها سوا. عملت اختبار، عملت الحق التجارب على طول. أنت عندك هيدا وحتى كمان جربتون على مرضى بلش. أخذنا نحن عدة أنواع من في بالسوق مليان بأدوات كريمات وكافيار ولعلاج البشرة، فنحن بهذا المجال نقينا ما هو أفضل وممكن يكون قريب من جيبته للزبون للمستهلك.
لأنه هلأ نحن عم نعيش حالة اقتصادية صعبة، فلحتى نحافظ على الجمال بأقل كلفة بإمكانيات عالية بنوعية عالية، فأسيس فإله مطرح. دكتور نحن بدنا نشكرك كتير وموفق يا رب. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك، شكرا على وقتك.